السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. اليوم راح نشتغل على برنامج البكس أرت. صورت صورة قبل يومين وحبيتها صراحة، وحبيت أني أنا أضيف عليها صورة زرافة كيوت، وهني اخترت الصورة اللي بعدل عليها. تشوفون المراية الموجودة، راح أضيف عليها صورة الزرافة كأنها موجودة في نفس المكان. والحين بدخل برنامج بريست بي صورة الزرافة. أنا حفظت كذا صورة واخترت هذه الصورة وسويت لها داونلود ايموجي. بعدها نرجع لبرنامج البكس ارت واضغط على اضافة صورة. والحين ناخذ الصورة ونكبرها ونشوف مقاساتها. بامكاننا نحن نضبط الصورة ونخفي الخلفية هذه من البكس ارت نفسه، او في طريقة ثانية براويكم اياها. والحين بدخل على البرنامج الثاني والطريقة الثانية على ماجيك اريسر. نقدر نمحي الخلفية اللي في الصورة بهذه الطريقة. لو حابين شرحات أكثر عن هذه البرامج اكتبوا لي في التعليقات إن شاء الله، وراح أشوف في حلقات قادمة. بعد ما مسحنا الخلفية نحفظها عن طريق الـ PNG، تكون بدون خلفية، ونجيبها على برنامج البكس آرت بنفس الطريقة من إضافة صورة، ونضبط الصورة مثل ما نبغى بحيث انها تكون كأنها هي ظاهرة من المراية. وهني نرتب ظهور الزرافة الجميلة هذه من المراية. والحين يدور اني انا احط تأثير او شيء يوحد لون الصورة بالكامل. بروح للبرنامج لايت روم، حسب اختار فلاتر معينة للصور وادق في التعديل. وكل البرامج اللي استخدمتها في هذا الفيديو راح احط لكم اياها في الوصف. وبعد ما اخترت التأثير المناسب للصورة في لايت روم، رجعت للبيكس ارت حسب اضيف لمسات اخيرة لتعديل الصورة كتغميج لون السماء اللي في المراية. غمشت لون السماء وغمشت كل شيء يكون حوالين الزرافة في الصورة، عشان تكون هي اللي بارزة وظاهرة. في الختام أتمنى أن يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلون زر الجرس ليصلكم كل جديد. وهذه الصورة النهائية للتصميم. أتمنى أن استفدتم من الفيديو وعجبكم. مع السلامة، باي.